السلام عليكم كديرين، لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم يا ربي هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف ما راكم تشوفوا هنا عندي الكرشة، اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقة ديالي في التنقية ديال الكرشة وفي الغسيل ديالها وفي السليق، يعني كيفاش ندير ليها. تابعوا معايا الفيديو حتى النهاية باش تشوفوا يعني الطريقة ديال الغسيل وديال التنقية. كيف ما راكم تشوفوا هنا راه مغسولة منقية، يعني مسلوقة ومقطعة، واللي عزيز عليه الكرشة يبقى يشوف هذا الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لي واحد لايك، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. هذا فضلا وليس أمرا، وما تنسوناش من البارتاج حتى هو، وخليكم معايا. هنا البنات كاينه الكرشه، انا نحيدها دابا من الميكا باش نديرها في غادي نغسلها ونقيها. وهنا عاطين معاها كيف ما راكم تشوفوا العظومه. بالنسبه للحريره اللي بغى يدير الحريره ولا شي حاجه، ها هما دايرينهم في جهه بوحدهم. وهنا دايرين الكرشه، غنديرها دابا في واحد البانيو، خليكم معايا. دابا الكرشة هي درتها في هاد البانيو باش نوصلها. هادي ديال البقر ماشي ديال الغمي، هانتوما كتشوفو ضروري خاصها تتنقى وتغسل مزيان عاد كندير ليها هاديك المسلقة. خاصني نقطع اطراف، يعني جاب هادي مجموعة باش تجيني ساهلة في الغسيل. كتعجبني بزاف انا هاد الكرشة ديال البقر على ديال الغمي. وهنا العظام انا جمعتهم في الشبيكه هذه، ونديرهم ان شاء الله في التريبو عظيمات باللحم ديالهم. هذا كما قلت في الاول ما شريناهم، شطاهم من نعيمه الكرشه، وديما العظام هنا كيعطيو لنا فابور، ما كنشريوهم ما والو، كينفعوا بزاف في الحريره. وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الغسيل ديال هذه الكرشه. ودابا البنات غادي ندوز لغسل الكرشه، حسن نقيها عاد غادي نقردها. معاكم تشوفوا هاد الجهه هادي راه نقيه ما فيها والو، كنديروا ليها بحال هكا. هاد الغشه ديالها هاد الفوقاني كما راكم تشوفوا هاد الرقيق، غادي نتبعوها بحال هكا تنحيدوها كامل. يعني كل واحد كيدير ليها في الغسيل. انا هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير. يعني راه ما كيضيع منها والو، كتحيد غير هاد الطبقه هذه اللي تكون رقيقه الفوق هي اللي كتحيد. عفوا البنات راه بارده، ضاقتني في صبعاني. وكاين اللي كيشدها كيغسلها وتيسلقها عاد كيحيد لها هاد الشيء. انا لا كنحيد لها هاد الشيء في الاول. هانتوما هاد الجهة اللي فيها مسخة هي هادي. عرفتو هاديك التنقية ديالها وديك الريحة، شو تقولي نكره ناكلها، ولكن ملي كطيب كتجي يا سلام، كتجي رائعة. شوفوا شحال ديال الشحمة فيها من الداخل.
هاد الشحمه كنحيدها ما كتعجبنيش. انا الاكثريه كنجيب هاد الكرشه هادي ديال البقري، هي اللي كتعجبني. المهم خليكم معايا باش تشوفوا يعني حتى النقيه حتى الاخر. ضروري خاصه شويه الوقت وشويه ديال الخاطر حتى نساليها كامله ان شاء الله. كيف ما راكم تشوفوا تجيها مسخه بزاف. ها هو الخل عندي هنا وعندي حامضه، يعني غنحتاج غير نصفيها ماليش نحتاجها كامله. وكيف ما راكم تشوفوا هنا عندي الملح، ها هو درتو هنايا
نقطع هذه، نحتاج غير النص ديالها، وخيط حول العظام هنا سميتو ماشي مشكل. راه ملي غادي نبغي نديرها نسلقها راه داكشي كلشي غيطيح لتحت غادي يحيد. ندير شويه الخل، وغنعركها مزيان في هاد الملحه والخل مع الحامض، منا كتحيد ديك الريحه اللي فيها. هذه هي الطريقه ديالي انا، هي هذه هكا. بحال هكا كتنقى مزيان ديك الكرشه، ما كتبقاش فيها ديك الريحه المجهده ديالها. شوفوا تبارك الله الكرشه كي دايره، يعني نقيه ماشي شي كرشه ما زويناش. دابا غادي نخليها ان شاء الله واحد ربع ساعه، لا ماشي ربع ساعه، نص ساعه او 45 دقيقه غادي نخليها عاد ان شاء الله غادي ندوز نسلقها. صافي دابا غادي نخليها بحال هكا، خليكم معايا حتى تشوفوا ان شاء الله من غنديرها في الكوكوز باش تسلق، يعني ما تمشيو بعيد، تابعوا الفيديو حتى النهايه. البنات من بعد ما خليت الكرشه في الحامض والملح والخل خليتها نص ساعه وهي مرقده، شللتها بشويه ديال الماء وعقب درتها ثاني في الكوكوز ودرت عليها الماء، وغادي نديرها تسلق نص سلقه. خليكم معايا حتى النهاية ديال الفيديو باش تشوفوا ملي غادي نسلقها وغادي نقردها، وغادي تشوفوا ان شاء الله يعني كي تجي. وهذه هي الكرشة من بعد ما سلقتها وقطعتها رقيقة، دابا غادي نديرها ان شاء الله في بورصات ونديرها في الفريغو، وفيما بغيتها نجبدها يعني كتكون نقية نلحق ونطيبها. وغادي نشارك معكم ان شاء الله في فيديو اخر الوصفة ديال الطياب ديالها بالطريقة ديالي، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم وبسلامة ودمتم في رعاية الله وحفظه.